بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نلتقي مجددا من خلال التعليم الإلكتروني بمساق تدريب علاقات عامة 2 مع محاضرة تانية بعنوان مهارات الاتصال والتواصل في إدارات وأقسام العلاقات العامة. وأنا حبيت حقيقة أن يكون هذا المحور في بداية المحاضرات وليس في نهايتها. جرت العادة أن نستضيف أحد الإخوة أو الأخوات المتحدثين والعاملين في مجال الاتصال والتواصل، أو من أساتذة قسم الإرشاد النفسي في الجامعة أو من غيره، ومن العاملين كمدراء علاقات عامة في الشركات التجارية الكبرى لإبراز دور العلاقات العامة، وكذلك للتحدث عن تجاربهم الناجحة في إدارات وأقسام العلاقات العامة. وإحنا يعني جرت العادة أن نستضيف من الشركات مثل جوال ومثل شركة الكهرباء ومثل سلطة النقد وغيرها، ونتيجة للأوضاع التي نعيشها يعني سأقوم أنا بإذن الله بالتحدث حول مهارات الاتصال والتواصل في إدارات وأقسام العلاقات العامة. لإنجاح أي فعالية ولإنجاح دور إدارة أو قسم العلاقات العامة في الشركة أو في الوزارة أو في البلدية، يجب أن يكون الشخص لديه قناعة بأهمية وبدور العلاقات العامة، بالإضافة لقناعة الإدارات العليا في هذه المؤسسات بدور العلاقات العامة، وأنه هو التخصص هذا اللي هو العلاقات العامة هو واجهة المنظمة أمام الجماهير، وهو حلقة الوصل ما بين المنظمة أو المؤسسة مع الجمهور. طبعا يعني سبحان الله، الإنسان بطبيعته يميل إلى الألفة والتعاون، ولا يستطيع أن يعيش بمفرده منعزلا عن مجتمع، وهذه طبيعة فيه فطره الله عليها ونهاه الدين عن العزلة وأمره بلزوم الجماعة. ولكن لكي يكون الإنسان محبوبا في مجتمعه مقبولا من غيره، يجب عليه أن يتحلى بالآداب والأخلاقيات، وأن يعرف فن الاتصال بالناس وتكوين العلاقات مع غيره. طبعا في شغلنا أو في أعمالنا إحنا كمسؤولين علاقات عامة أو كمدراء علاقات عامة بده يكون لدينا القدرة على الاتصال والتواصل. بعيدة تاني، القدرة على الاتصال والتواصل، مش الاتصال والتواصل من أجل مصلحة انتهت المصلحة، لا، تكون لدي القدرة على الاتصال بجميع الناس، بالشخصيات الإعلامية والصحفيين والمخاتير والوجهاء ومدراء البنوك والشركات والشخصيات الاعتبارية. طبعا لهدف رئيسي من أجل الحوار البناء، ومن أجل أحيانا يعني بكون لدى بعض مدراء العلاقات العامة نوع من إسقاط العلاقات يعني الشخصية على طبيعة عمل المؤسسة، وهذا يعني يخلق نوع من المشاكل أحيانا ما بين المؤسسات مع بعضها. وإحنا دائما بدنا نفرق بين القضايا الشخصية وما بين عملنا في المنظمة أو في المؤسسة، من أجل تقديم صورة مشرقة وجميلة عن المؤسسة، لأنه المؤسسة بنقضي فيها وقت طويل من حياتنا، ومن أجل إنجاح هذا الدور يجب أن نتحلى باللباقة وبالقدرة على الاتصال والتواصل مع الناس ومع الجماهير كلها. طبعا
مهارات الاتصال الفعال تسهم في تحسين العلاقات الإنسانية للمنظمة، حيث تسهم في فهم الفرد أولا لذاته وللآخرين، ومن ثم تنمي رضا العملاء أو الزبائن عن المؤسسة أو الشركة. كما أن فنون الاتصال والعرض والتأثير لها دور كبير في عرض إنجازات المؤسسة أو المنظمة والمساهمة في التدريب على رأس العمل وإقناع العملاء. المفترض حقيقة يكون في أن أيضا إدراك بأهمية التدريب، وإحنا الهدف الرئيسي من مساق هذا التدريب وغيره من المساقات التي لها علاقة بالطابع التدريبي أو المهني، إعطاء يعني تقديم جزء كبير من ما قد يتعرض له موظف العلاقات العامة في المؤسسات مستقبلا في المجالات المتعددة، بما يحقق الأهداف ويعمل على تحقيق التطور والنماء للأفراد والمؤسسات. فيما يخص التواصل، عرف التواصل لغة بأنه الاجتماع والاتفاق، وهو ضد الانقطاع، وقد يأتي بمعنى التتابع. أما في الاصطلاح فهو عملية إرسال للمعلومات واستقبالها، وهو يعبر عن عملية تبادل الآراء والأفكار والمشاعر والمعلومات عبر الوسائط المتعددة، سواء كان ذلك التبادل بين الجماعات أو بين الأفراد. بالنسبة طبعا مفهوم الاتصال كمان في اللغة هو عكس الانقطاع، وقلنا هو يعرف بأنه الاجتماع والالتقاء ونقل المعلومات من شخص أو الرسالة لشخص لآخر. في أن مهارات التواصل أو كما يطلق عليها باللغة الإنجليزية اللي هي الكوميونيكيشن سكيلز، وبالمناسبة لكم أنتم كطلاب وطالبات علاقات عامة، هي من مش فقط المساقات، يعني أنا بعرف أنكم بتاخدوها باللغة الإنجليزية اللي هي الكوميونيكيشن سكيلز، بندرسكم إياها بأكثر من جانب، نظريات الاتصال، مهارات الاتصال والتواصل في مجال التدريب، لكن هذا كله للتأكيد على أهمية الاتصال والتواصل لرجل العلاقات العامة أو لموظف أو موظفة العلاقات العامة، لأنه يجب أن يكون لديهم القدرة التي تستخدمها عند تقديم أو تلقي مختلف أنواع المعلومات، مثل إيصال الأفكار والمشاعر للأطراف الأخرى أو التعبير عن ما يحدث من حوله. وهنا بالمناسبة تختلف عملية التواصل باختلاف الوسيلة، لذلك فنجد أن التواصل وجها لوجه يكون في الغالب أكثر صعوبة من التواصل عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني. طيب، إيش أنا أبرز مهارات التواصل في سياقات مواقف مختلفة؟ من ضمنها مهارات الاستماع الفعال. يا جماعة، الناس اللي بتشتغل في الشركات أو في المؤسسات، أو حتى اللي بيشتغلوا في شركات تجارية، طبعا في عندنا في بلادنا هنا شركات ناجحة ومؤسسات وبنوك، لكن إذا سافرنا على بلدان الخليج العربي أو طلعنا برا البلد حنشوف مؤسسات كبيرة وشركات. سافرنا على بلدان أوروبية أو على الولايات المتحدة حنتعرف على قطاعات اقتصادية ومؤسسات وشركات، وحنتعرف على ناس بتشتغل في مجال العلاقات العامة والإعلام ومميزين ناجحين في عملهم، لديهم يعني وظائف متعددة بيشتغلوا عليها في إطار المؤسسات والشركات اللي بيعملوا فيها. مهم جدا للناس هذه أنه يكون لديها، قلنا، مهارات الاستماع الفعال، مهارات الاستماع الجيد. طبعا بدنا نولي الشخص اللي جالس أمامنا أو نتحدث له كامل انتباهنا، حيث يتمتع الأشخاص الذين يمتلكون مهارة الاستماع الفعال بالسمعة حسنة بين زملائهم في الدراسة والعمل. وهذا الكلام مهم جدا حتى وانت طالب، يعني لو كنت طالب جامعي بتود
وتود التواصل مع أحد الأساتذة في كليتك بمن لا تعرفه معرفة شخصية، في هذه الحالة ستكون الطريقة الأنسب والأفضل من خلال إرسال بريد إلكتروني. هذا بالمناسبة يعني الناس اللي درست في بلدان أوروبية بيعرفوا، أو في الولايات المتحدة. الكلام هذا في يعني للأسف الشديد إحنا في كثير من الخطوات بتنقصنا. بيجي الطالب السلام عليكم، نقول له أنا والله جاي بدي منك الموضوع الفلاني، وللأسف الشديد يعني بدون موعد، بدون اختيار التوقيت المناسب والزمن المناسب. هذا كله بشكل عائق أمام وصول الرسالة. وطبعا هناك مواقف كثيرة صراحة يعني بالإمكان أنه نتحدث عنها، لكن في مستقبل لكم، وهذا من باب النصيحة بقدم لكم إياه، طبعا لازم يكون الإنسان عنده فن استماع، عنده قدرة لإنجاح عملية الاتصال، اختيار التوقيت الذي يتم فيه الاتصال والزمان والمكان فيه. رقم 2، الكياسة واللطف. الكياسة واللطف في التعامل مع الآخرين، طبعا هذه تعتبر من السلوكيات الإيجابية مهما أنت نظرت إنها بسيطة، التي تقوم بها أثناء تواصلك مع الآخرين. طبعا مهم جدا الابتسامة حينما تتحدث أو تمتدح تصرفا قام به زميلك أو الآخرين أو الزبائن. الثقة، دائما الناس هنا بتميل غالبا للتواصل والتعرف على الأشخاص الذين يمتلكون ثقة عالية بأنفسهم، بل وينجذبون للأفكار التي يتم التعبير عنها بثقة. طبعا هذا الكلام مهم جدا في موضوع الكياسة، اللطف، اللباقة، القدرة على إظهار الذات، الاعتزاز بالنفس، وطبعا إبراز الشخصية. وبالمناسبة لما نقول إبراز الشخصية، حتى الملبس والظهور بالشكل المناسب أمام الزبائن. اليوم أنت كرجل أو كموظف موظفة علاقات عامة، إذا يعني في عندنا نماذج كثيرة بنتوجه، بنروح نزور بنوك، بنزور شركات، بنشوف الموظفين اللي بيشتغلوا على سبيل المثال في قلم الجمهور في البلديات، في الشركات الخاصة، في البنوك التجارية الكبرى، وطريقة التعامل مع الزبائن، لأنه هذه شركات خاصة وهناك رقابة من قبل إدارة هذه المؤسسات على العاملين، إن كان في أقسام العلاقات العامة أو التسويق أو الترويج. وبالتالي يعني بتم اختيار الموظف أو الموظفة للعمل في هذه الأقسام وفق شروط ومعايير خاصة، ومن ضمنها طبعا طريقة التحدث والمظهر الخارجي وكيف يمكن العمل تحت الضغط. رقم 3، التغذية الراجعة وتقديمها. الناس اللي بتمتعوا دائما أصحاب المهارات والناجحين في أعمالهم لديهم مهارات تواصل فعالة وبالقدرة على تقبل ما يتم توجيهه لهم من نقد وتغذية راجعة، كما أنهم لا يتوانون عن تقديم النصائح والنقد البناء هم أيضا للآخرين. وهذا يعني شيء إيجابي أن يتحلى الإنسان به في إطار دوره الوظيفي، وفي نفس الوقت في إطار إنجاح وإبراز شخصية المؤسسة لما لها من دلالات وأهمية في عملية الاتصال والتواصل. بالنسبة لرقم 4 اللي هو الوضوح واختيار نبرة الصوت المناسبة، من المهم أن يكون صوتك واضحا ومسموعا عندما تتحدث، حيث أن القدرة على اختيار نبرة ودرجة الصوت المناسبة اعتمادا على السياقات المختلفة تعد مهارة ضرورية لتحقيق تواصل فعال. وانتو كموظفي علاقات عامة، موظفي المستقبل، هذه كلها القضايا يجب أن تكون ملم فيها،
ولديك أيضا اعتزاز وثقة بالنفس، وفي نفس الوقت كيف تبدأ حديثك وكيف تنهي الحديث. رقم 5، التعاطف. لن تتمكن من تحقيق تواصل فعال إن لم تكن قادرا على تفهم مشاعر الآخرين والتعاطف معهم. لابد لك من فهم مشاعر الآخرين حتى تتمكن من اختيار الكلمات المناسبة اللي تستطيع من خلالها ترد عليهم. فالتعاطف مع شخص يشعر بالحزن والإحباط سيسهم في شعاره بالتحسن وإدراك أن أحدهم فرح وإيجابي، سيساعدك على طرح أفكارك في الوقت المناسب لتلقي الدعم الذي تحتاجه. طبعا من الأشياء المهمة أيضا الاحترام لنجاح عملية الاتصال والتواصل، وهي إحدى أهم جوانب الاحترام، تتمثل في معرفة الوقت المناسب الذي تبدأ فيه بالحديث أو الرد، سواء كان ذلك أثناء عملية التواصل مع شخص واحد أو مع مجموعة من الأشخاص. ويعتبر إعطاء المجال للآخرين للحديث دون مقاطعتهم إحدى مهارات التواصل المرتبطة بالاحترام. وهان يعني من المهم أن نشعر من نتعامل معهم، إن كان على المستوى الشخصي أو بما تمثله المؤسسة من مكانة مرموقة في المجتمع، باحترام العاملين في هذه المؤسسة لجماهير المؤسسة في تقديم النصح والإرشاد، وكذلك في التعامل حتى ولو على حساب الوقت والجهد، لأنه إحنا بنقدم خدمة جلية للمواطن أو للمجتمع أو للجماهير بصورة عامة. أيضا فهم لغة الجسد، وهي يعني تعتبر قراءة الإشارات غير اللفظية، مهارة تعد أساسية من مهارات التواصل الفعال. وهنا لابد أن تكون قادرا على فهم ما يقول الشخص الذي أمامك بكلماته وما تعنيه الإشارات التي يقوم بها بجسده، كما يجب عليك أيضا أن تعي تماما لغة جسدك أنت وتحرص على استخدامها بشكل مناسب متناسق مع ما تقوله. وهان يعني لغة الجسد أو البادي لانجوج مهمة جدا في إيصال لحظات الفرح، لحظات السرور، لحظات الحزن، قضايا لها علاقة بالانزعاج، بالعصبية، أحيانا موضوع الطقطقة على الطاولة أو المكتب، استخدام القلم، وأيضا محاولة التشويش قد يكون أثناء إجراء معاملة رسمية بين العاملين في هذه المؤسسة أو تلك، مع طبيعة عمل هذه المؤسسة أو نتيجة قد تكون مشاكل شخصية لها علاقة بالموظف نفسه فتنعكس على الجسم وتظهر يعني في صورة سلبية للمواطن أو للزبائن. في عنا نصائح عملية لتطور المهارات التواصلية. كتير ناس ممكن ما سمعوش بمصطلح اللي هو كيس في زفيكيل، حيث انه احد اهم استراتيجيات التواصل الفعال. على سبيل المثال انا كنموذج في مجال المبيعات، وانت يمكنك كشخص ناجح ان شاء الله في تطبيق هذه الاستراتيجية في جميع مناحي حياتك الأخرى لتحقيق تواصل فعال. طبعا كلمة كيس في هذا السياق هي اختصار لجملة keep it short and simple، keep it short and simple،
وتعني الإيجاز والاختصار. في حين أن كلمة كيل هي اختصار لكلمة keep it long and lengthy وتعني الإسهاب والإطالة. أيضا كن فعالا في كلامك، فالتواصل الفعال يركز على النوع بدلا من الكم. تخلص من الحشو الزائد في كلامك، تجنب استخدام كلمات مثل بصراحة يعني مثلا، أو الحشو الصوتي اللي احنا بنستخدمه بنكرر ها أو إلى آخره. هذه كلها يعني تعد من الحشو اللي ملوش داعي. وفي نفس الوقت للأسف الشديد أحيانا التأتأة والتعامل، قد يشعر المواطن أو الزبون بتعاملك بازدراء معها، ولذلك بعض الناس بيستخدموا قد تكون عادة عندهم يعني في الحديث مع الآخرين، وهو بتحدث يقعد يقول إيه 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 إم 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 أعني إيه إيه، وهذه طبعا وهو بتحدث بيحكي ثلاث أربع كلمات بتحدث له جملتين وبرجع يقول إيه إيه إيه. طبعا هذه للأسف الشديد يعني قد تخلق نوع من الانفعالات بين المرسل والمستقبل، وقد تؤدي يعني إلى ضعاف عملية الاتصال وتؤدي إلى ضياع الفكرة، وهذا يعني يعد من النواقص. لذلك يجب أن تكون عملية الاتصال ناجحة وفعالة، وهناك دور لمدير العلاقات العامة أو موظف وموظفة العلاقات العامة من خلال يعني الناس اللي بيكونوا بيشتغلوا في مواجهة الجمهور، قد لا يكونوا هم نفس الناس أو الموظفين اللي بيقوموا بأدوار خدماتية أو كتابية في إدارات وأقسام العلاقات العامة المختلفة في الشركات أو البنوك أو المؤسسات بصورة عامة. في أن استبدل الحشو بالفواصل الكلامية، يعني هان بعض الناس لا تتردد في استخدام الفواصل والاستراحات بدلا من الحشو. أحيانا بيكون الصمت لعدة ثواني أثناء الحديث بيجعل فكرتك أقوى ويمنح المستمع إليك وقتا أكثر لفهم ما تقوله. طبعا علينا استخدام كلماتنا بذكاء، وفي نفس الوقت بدنا نحاول أن نوصل الفكرة دون ملل ودون أن نقطعها إلى المستقبل من أجل تحقيق تواصل فعال، وحتى يعني تفهم الفكرة بشكل أفضل. مش غلط أنه نلقي نظرة على بعض العبارات أو الجمل التي نستخدمها بين الحين والآخر، لكن يعني حديكم مثال. أنا الآن أحيانا أكون نحكي أنا بعيش في العاصمة، يعني واحد ساكن مثلا في القاهرة أو واحد ساكن في القدس أو واحد ساكن في عمان أو في واشنطن إلى آخره، لكن إيش بقول؟ أنا عايش في العاصمة لكن لطالما رغبت في الانتقال إلى الضواحي. دائما الناس بيحاولوا يبعدوا عن صخب الحياة والزحمة، فأنا أعشق الطبيعة ولا أحب التواجد في المناطق المكتظة بالسكان. طبعا الناس اللي بتحدث بهذا الشكل ممكن يتفرع على مواضيع تانية،
مثل التحدث عن وجهة نظرك حول العيش في الضواحي، أو حبك للطبيعة واستمتاعك به، التحدث عن كونك شخصا غير اجتماعي تفضل الهدوء والسكون. فكر دائما بجمل تتيح لك التفرع للحديث عن مواضيع جانبية، مما يتيح استمرار عملية التواصل وبالتالي جعلها أكثر فعالية. بعض الناس اللي بتوجهوا للشركات أو مؤسسات يعني يمكن يتحدث في أمور العمل 10 دقائق 5 دقائق الله أعلم، لكن وجزء من الحديث بده يكون عن الوضع الصحي، الوضع العام، المعيشة، السكن إلى آخره. هذه كلها قضايا يعني تساعد أحيانا في فهم الآخر وطبيعة تفكير الآخرين. أيضا تجنب الدخول في وضعية المقابلة الوظيفية. وبصراحة بعض الناس، وهذا احنا بنتابعه وبنشوفه في أثناء إجراء مقابلات أحيانا لوظيفة جديدة في شركة أو في مؤسسة أو في وزارة، بس أنت اليوم أنا بأنصحك حاول دائما أن تشعر نفسك بالثقة وأن يكون لديك القدرة على التعامل بشكل واضح، وحاول دائما تكتفي بالإجابة عن أسئلة الشخص اللي بتحدث معك دون أن تكلف نفسك عناء طرح أسئلة عليه، فلا تتيح له المجال للحديث عن نفسه. احرص دوما على إتاحة المجال أمام الآخرين ليعبروا عن أنفسهم، وفي كل مرة تجيب فيها على سؤال بادر أنت أيضا بسؤال عنه، حتى يكون الحوار متوازنا بين الطرفين، وبتضمن هيك تحقيق اتصال فعال. أنت مش قاعد في مقابلة لوظيفة، خاصة إذا أنت اليوم كنت أنت موظف واللي قابله اللي الشخص اللي جالس معك هو يمثل شركة أو مؤسسة أخرى. ودائما أعطي الجو الطابع الودي في الحديث وليس الطابع الرسمي، وكن مستمعا جيدا حيث يمكنك تطوير هذه المهارة من خلال التركيز كما قلت في البداية على الشخص المتحدث وإبعاد جميع الملهيات كالهاتف أو جهاز الحاسوب أثناء الحديث. وهذه بالمناسبة يعني شغلة غير محمودة، إنه يكون أمامك شخص جالس وأنت بتلعب في جوالك أو بتنظر في جوالك، أو كما قلت يعني بتستخدم القلم بطقطقة، أو بتنظر يعني إلى عيني المتحدث وبتهز رأسك. طبعا هذه لازم تظهر لغة الجسد وتبين يعني ابتسامتك، ترحيبك بالشخص اللي جالس أمامك، وتظهر تعاطفك وتوددك أيضا اتجاهه. حاول دائما استخدام الجمل أو الطرق الأسهل للتواصل اللي ما بينك وبين الأشخاص الآخرين اللي لهم علاقة يعني بالوظيفة أو حتى كزوار قادمين على الشركة أو المؤسسة. هان من المهم يعني دائما تقدم صورة إيجابية جلية، ألا تكون في محط المواجهة مع الآخرين. تستخدمش كلمات زي أنت مخطئ أو سلبي، وحاول دائما تكون تركز على المواضيع الإيجابية وعلى التفاؤل. ولاحظ كمان الردود من الآخرين وطريقة الرد عليك إذا طرحت سؤال، ولا تكن سلبيا. طبعا
لمهارات الاتصال يا جماعة أهمية كبيرة في حياتنا، وإحنا كموظفين إن شاء الله علاقات عامة علينا التركيز على مهارات الاتصال لزيادة الصلة بين أفراد المجتمع بكل مكوناته بعضهم البعض، لما لها يعني من أهمية على تناقل الخبرات ووجهات النظر، وكمان أهمية استخدام مهارات الاتصال للإنسان، فهي تعد إحدى الوسائل للتخاطب بين الأشخاص المختلفين، وبتعتبر مهارات الاتصال أساس العملية التعليمية وعمليات البحث، تعد إحدى الأدوات التي تساعد على التنسيق ما بين الأعمال الإدارية والنشاطات، سواء كما قلت في بداية الحديث في مدارس، في شركات، في بلديات، في جامعات، في وزارات، في مؤسسات أهلية، في غيره. هذه كلها تساعد على زيادة فعالية الأشخاص المشاركين في النشاطات التنموية. كمان لها دور الاتصال دور مهم في التحفيز على الإخلاص في العمل وزيادة روح الالتزام لدى الأشخاص العاملين، وتساعد هذه المهارات على تنظيم الوقت ورفع الكفاءة، وتساعد على إدارة الأعمال التنموية، وهناك يعني وتزيد أيضا من فرص النجاح والتحكم في الظروف المحيطة بالإنسان، وتساعد على تعلم مهارات وفنون الاتصال وخصوصا لدى الأشخاص الإيجابيين، كمان على إنجاح العلاقات الزوجية، وتساعد على إنجاح علاقات العمل وخصوصا بين العاملين ورؤسائهم أو بين العمال. طبعا يعني من المفترض لعملية الاتصال لها أهداف، من ضمن أهدافها الأهداف التوجيهية، وهي الأهداف التي يتم من خلالها إكساب الإنسان اتجاهات جديدة أو تثبيت الاتجاهات أو التعديل على الاتجاهات السابقة، مثل الأهداف التعليمية اللي بتعمل على تحقيق الأهداف التعليمية عند اكتساب خبرات جديدة ومفاهيم ومهارات لدى الإنسان من أجل ممارستها في مهن معينة، بالإضافة يعني للأهداف التثقيفية والاجتماعية، وهي الأهداف التي تساعد على توعية الأشخاص المستقبلين لمساعدتهم على زيادة المعارف لديهم. كمان في الأهداف الاجتماعية، وهي الأهداف التي تتيح للإنسان فرصة زيادة الاحتكاك بالآخرين، مما يساعد على تحقيق الأهداف الاجتماعية. ويعني بالمناسبة بتقوي الصلة بين الأفراد. كمان الأهداف الإدارية، وهي الأهداف التي تساعد على تحسين سير العمل وتدعم التفاعل ما بين العاملين في الشركة أو المؤسسة، تعمل على توزيع المسؤوليات فيما بينهم. هذا كله له علاقة بالجوانب اللي احنا يعني ذكرناها وحاولنا أن نسلط الضوء عليها من خلال هذه المحاضرة، في إطار التعرف على أهمية الاتصال والتواصل لك كرجل علاقات عامة أو موظف أو موظفة علاقات عامة. يمكن بلاش يزعلوا من الطالبات، أنا بتحدث بس نستخدم بكثرة كلمة رجل علاقات عامة، لكن إحنا دائما نقول الأولوية هي للسيدات أو للعمل في مجال العلاقات العامة، لأنه أقدر قدرة على التحمل وعلى التعامل بلطف والتعامل بكياسة مع الآخرين. ويعني من المفترض أن يكون هناك دور رئيسي لموظف أو موظفة العلاقات العامة لإبراز صورة جيدة عن المؤسسة، ولتقديمها في أفضل صورة جميلة، وتكون العلاقات العامة هي حلقة الوصل
ما بين الإدارة مع العاملين، وما بين المؤسسة مع جماهير المؤسسة التي تتعامل معها من أجل تحقيق طبعا أهدافها، ومن أجل يعني استكمال رسالتها التي نشأت من أجلها هذه المنظمة أو المؤسسة. ويجب أن يكون هناك معرفة لموظف أو موظفة العلاقات العامة بهيكلية هذه المؤسسة وبالشكل الإداري الذي تعمل به، بالإضافة لأبرز يعني المحاور والفئات الاجتماعية التي تتعامل بها مع المؤسسة من قبل الجماهير المختلفة، بالإضافة أيضا إلى أنواع، إذا كنا احنا بنشتغل في شركة تجارية، أهم المنتج تاع هذا الشركة تاع هذه الشركة أو السلعة وطبيعة هذه السلعة ولمن تباع والفئات العمرية التي يعني تقوم بالشراء أو تستقبل الخدمة منا. وبالتالي نحن نحتاج إلى رجل علاقات عامة أو نحتاج إلى سيدة علاقات عامة تكون ملمة بطبيعة عمل هذه المؤسسة أو المنظمة أو الشركة، لفهمها لرسالة هذه المنظمة أو الشركة من أجل يعني إنجاح عملها على أكمل وجه، وفي نفس الوقت لاستكمال رسالة هذه المؤسسة من خلال مهارات كما قلت الاتصال والتواصل التي يجب أن يتحلى بها القائم بالاتصال ممثلا في موظف أو موظفة العلاقات العامة. وهناك يعني قضايا كثيرة من الممكن أن يقوم فيها موظف العلاقات العامة في المؤسسة لبلورة يعني رأي عام مساند للمنظمة ومن أجل إنجاح الخطط التنموية أيضا للشركة أو للمؤسسة. هناك يعني عشرات المراجع التي تحدثت حول هذا الموضوع بإمكانكم الرجوع إليها، ومنها يعني بعض الكتب الموجودة والمواقع الإلكترونية التي تخدم هذا الهدف. يمكن من أبرزها كتاب مهارات الاتصال وفن التعامل مع الآخرين للزملاء الدكتور أحمد أبو السعيد والدكتور سهير عابد. في الختام بشكر لكم حسن الاستماع وبارك الله فيكم، وبتمنى الاستفادة الدائمة لتحقيق يعني نجاحات متواصلة لطلابنا وطالباتنا من طلاب قسم العلاقات العامة في كلية الإعلام بجامعة الأقصى. ويعني احنا على أمل أن تكلل كل الجهود بالنجاح من أجل أن يكون لدينا خريجين من قسم العلاقات العامة قادرين على القيام إن شاء الله بأدوارهم الوظيفية على أكمل وجه في المؤسسات المختلفة اللي ستتاح لكم فرص العمل بها بإذن الله عن قريب. إلى ذلك الحين، إلى أن نراكم على خير، أتمنى لكم التوفيق مرة ثانية، وفي انتظار إرسال التكاليف الخاصة بالعمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.